عندي اول ماتش رسمي في الموسم ده ضد نادي اكتوبر في تصفيات القطاعات للجيزه. تعالى اوريكم اللقطات. اول كره في الماتش نزلت لشهاب عشان استلم واستلمتها وخدت منها فاول. الفاول اتلعب وعبده حط حلو قوي وبكده 1-0 لينا في اول ربع ساعه. هنا بقى نزلت استلم من تحت تحت الضغط، رفعت وشي وعكست اتجاه الملعب ناحيه فارس الباك الشمال. هنا الصار استحوذ على كورته وعمل المحطه كويس وضغط عليه 2 بس قطعها وجاتلي. لاحظت السيرباك طالع اخدتها بوشي الخارجي وانطلقت بيها ناحيه الجون بسرعتي بس خدت كذا قرار والكره ما كملتش. هنا بقى كنا بنطلع بالهجمه من تحت ونور لعبها لعزمي وعزمي لعبها سيف وسيف لعبها لقيت واحد جاي في ظهري قفزت على كورتي وسط الضغط عديت من الاولاني والتاني والتالت ورحنا عليها. هنا بقى نقلنا الكره بشكل حلو اجت لعبها لي لعبتها للصاق الصاري بقى حافظ على كورته ورجع بيها ولعبها لي لمحت هنا اجت بيتحرك لعبتها له ثرو بس حكم الرايح حسبها اوفسايد. انتوا شايفينها بقى اوفسايد ولا لا مع ان الباك اليمين مغطي. هنا بقى فارس لعب لي الاول وانا متفق انا هو ان هو يلعبها لي في الارض عشان من المهاره دي مهاره سهله وتخلص من الزحمه في الاول وراحت للفار وخدنا منها فاول. المهارة دي تقريبا بعملها في كل ماتشاتي لو لاحظتوا هتلاقيني بعملها عارف. هنا بقى عملت بريس على الخصم وخدت كورتي وجربت اشوط من بعيد بس ثبت في الارض وراحت في النص. هنا برضه عملت بريس وتوقعت الغلط بتاع الخصم وخدت منها فاول. هنا برضه عملت بريس على الراجل وتوقعت الغلط بتاعه. وهنا برضه عملت 1-2 انا ومروان خدت القرار واحده عشان اشوط بس كانت جنب المرمى وبكده الماتش خلص 1-1 وناقصنا 6 ماتشات في التصفيات. واللي بيسال انا بلعب في نادي ايه بلعب في نادي كرداس.